بالبناية في عنا هون ناس ايديهم طويلة. قلت انتي اكيد جايبة سيرتك بشنتايتك، لهيك قلت لازم شيلها. الناس يلي هون ما بيتأمن فيهم، بأي وقت ممكن يفوتوا على بيتنا ويسرقوا أي شيء وبدون ما حدا يحس. كنت بدي أطلب منك مفتاح القفل، بس بعدين قلت بتكوني تعبانة انتي ومازن بالغرفة، قلت يعني مو مشكلة إذا القفل انكسر نشتري غيره. صح حبيبتي؟ رح خبي لك ياهن عندي. استني استني استني، ولا يهمك شي، رح حطهم جوا وبعد ما برجع رح ضب لك هدول. لا لا انا بضبهم. سوشنا عايزه تعشي معنا؟ لا ما بدي، كلوا انتو بعدين باكل انا. فارشا كنت عم فكر اشتري خزانه جديده الك ولفايشاليا. شو هالفكره الحلوه يا اخي؟ شفتي جانا راحت على بيت حماها، صار في محل هون، لهيك ليش ما نستفيد منه؟ انت معك حق تماما، لانه اغلب المساحه يلي بالخزانه تستعملها فايشاليا كلها لحالها. انا ما عاد الي محل، ما عم اقدر احط اغراضي ولا بمكان. يا مسكينه انا هيك بعمل فايشاليا. لا اذا بس 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 رح نشيل الخزانه، رح روح اليوم لمحل اوان واشتريها. ماشي. لك فينود ما في داعي تروح لهداك المحل، المفروشات من هداك المحل ابدا مو منيحه. ليش؟ انت شو عرفك؟ امتى فتي لعنده؟ مو لازم اكون فايته لعنده، بكفي اطلع من برا لحتى اعرف شو في جوا وشو الاسعار. هن استقبلوني بمحبة كتير كبيرة، وبتعرفي أصروا إني فوت وأقعد عندهم جوا. وقتها حسيت قديشهم لطفة، ولما سألت جيرانهم بالحارة مدحولي فيهم كتير كتير فوق ما بتتصوري. مانوشا؟ عم تقولي انه من شوفة المحل من برا بتكتشفي شو رح يكون جواته. طيب كيف انتي ما اخذتي فكرة عن وضع مازن بعد ما شفتي شقته من برا؟ انا يعني ما ليش خبيتي الحقيقة علينا مانوشا؟ لا ماما، أنا ما خبيت أي حقيقة عنكم. أنا لما رحت على شقة مازن وقتها كمان أنا انصدمت، بس بعدين تذكرت بابا شو كان يقول، إنه الشاب الغني بيكون عنده سيارته الخاصة وعنده كراجه الخاص وهو مهندس ميكانيك. لهيك أنا فكرت إنه كل شي رح يكون منيح من جوا، ولما فتت جوات البيت فكرت كل شي منيح جواته. الطريقة يلي رحبوا فيها بوجودي أنا ما لاحظت أي شي غلط هنيك. ماما أنت بتعرفي منيح لما الناس بتكذب ممكن تروح بالكذبة لأبعد مدى. ماما هن ضللوني إلي كمان، صدقيني أنا عم قول الحقيقة. إيه بس أمي هلأ بترجاكي انسي كل شي، جانا متزوجة من مازن هلا وراحت على عيلته، هلا شو فائدة هالحكي؟ فهميني امي، عيلة الشاب ما بتهمنا لأنه الشاب منيح. سوشنا انسي كل هالقصص هدول، بما انه كل شي صار منيح شو منستفيد إذا فكرنا بقصص الماضي؟ ليكي لازم تقتنعي بالقدر، شو ما بيصير بيكون منيح. انسي هالقصص بقى، وعدي كلي تعشي معنا. ايه ماما تفضلي كلي معنا.
نفذت، وإلا اليوم كانت راح تصير مشكلة كبيرة. سافيتا، لك شو هالحظ يلي إلك هاد كله؟ والله تعبت من جلي الصحون وتنظيف الغاز، ما عاد فيني، وفوق هاد ما في حدا عم بيساعدني. إيه. أمي؟ ها؟ نعم حبيبتي، ليش إجيتي؟ أنا خلصت كل الشغل، أنت إجيتي هلأ لتساعدي حماتك، مو صح كلامي؟ مرباية على الأخلاق المنيحة، بس أنا ما رح أسمح لك تشتغلي بيومك الأول. لا لا، لا تزعلي أبداً. أنت حابة تشتغلي عني؟ استني دقيقة. يلا. ها؟ ليكي، أنا بعرف إنه البنت بتفرح كتير لما بتشتغل ببيت جوزها، وأنا ما بدي أحرمك من هالسعادة بنوب. يلا بلشي بنتي. إيه؟ إيه صحيح، حابة أقول لك شغلة مهمة. أولى؟ إيه طبعاً قولي. أنا تجوزت بأول يوم من آب، بس بتعرفي قديش ضليت عم نام لحالي بغرفة؟ 15 يوم. 15 يوم بحاله ضليت عم نام لحالي بعيدة عن عمك دامودار. إيه؟ يعني حماكي تعود ينام مع أخوه بهديك الغرفة يلي هنيك. قصدي هذا تقليد بعائلتنا، فهمتي يا بنتي؟ أنا حاولت قلك هالشي بطريقة غير مباشرة، بس هلأ رح أقوي قلبي وقلك إياها. أنتي لازم تعملي مثل ما أنا عملت بالضبط، فهمتي؟ يعني أنتي ومازن ما لازم، خلاص فهمتي، مو هيك؟ يا سلام، هالوش والبشرة الناعمة. يلا نطفي الجلي وبعدين بتروحي بتنامي بسرعة. يلا. انت شو عم تعمل؟ ما في مشكلة، أنا متعودة. أنا مو متعود، بس رح أجليهم. إذا سمحت اتركهم، ما رح ارتاح هيك. ليش بقى؟ أنا عم حاول ساعدك. جانا هي بداية حياتنا الزوجية أنا وياك، ونحن لازم كل شي بحياتنا نتشاركه مع بعضنا، مشان هيك هلأ رح نبلش من هون. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.